كما أكد وزير الصحة أن مصر عملت على تقديم الدعم والمساعدات الطبية للأهالي في غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأشار إلى استقبال مصر من 40 إلى 50 مصابا يوميا من الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في مصر. مر 365 يوم على العدوان الذي تم على أشقائنا في فلسطين، وخلال 365 يوم اشتغلت وزارة الصحة بتكليف من سيادة الرئيس ومتابعة من الحكومة على توفير الرعاية للجرحى والمصابين والنازعين من أماكن النزاع، زي ما عملناها قبلها بأقل من سنة في السودان. والحقيقة ده يعني دعم كبير للأشقاء ودور مهم لمصر، ولكن أيضا تحدي كبير الدولة المصرية كعادتها في الأزمات وفي الاحتياج تبنته. والحقيقة وزارة الصحة كأحد أزرع الدولة الكثيرة التي عملت في هذا المجال من خلال توفير 1600 سرير لأشقائنا.